احنا في هذا البلد الامن المطمئن بغينا اننا ما نبقاوش نتحرجوا في بعض الابناك، ما كنقولش جميع الابناك، كاينين بعض الاخوه اللي كيمشيو وكيقولوا لهم الا بغاو يسحبوا اما شيك او فلوسهم كيقول لي سير جيب جوج تشهود، وهذه القضيه راه كتحط من قيمه ديال الناس اللي ما كيشوفوش. حنا راه ذوي قدرات وماشي ذوي احتياجات خاصه، وبغينا اننا تكون لنا تسهيلات. على سبيل المثال هذاك الكيشي اوتوماتيك يكون ناطق، حتى نتعامل معاه بحالي بحال سائر البشر، كما كنتعامل مع الهاتف ديالي اللي هو فيه سانتيتيزو فوكال. وبغينا على اساس اننا تكون عندنا واحد الهيبه كسائر البشر، والله الموفق. وهذه القضيه راه ما كايناش في جميع الابناك الا في بعض الابناك اللي كنطلبوا علاش ان هذا الامر ما يبقاش ديال جيب جوج الشهود. وراه جينا لهنايا حدا بنك المغرب وخرج عندنا السيد المدير المحترم السي الشرايبي وخاد الطلب ديالنا وقالنا غادي يكون خير، وحنا فرحانين في بلادنا وسعداء على اساس ان المغفور له جلاله الملك محمد السادس كان كيقول انا عينكم التي تبصرون بها. والوارث سر محمد السادس نصره الله كيمشي في نفس الاطار، وشفنا على يدو بزاف الحوايج، والله يحفظه لينا، والله يشافيه، والله يعافيه، ويبعد عليه كل سوء وكل مكروه. وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يجعل بلادنا امنا مطمئنا. كنشوف واحد التمييز على اساس الاعاقه في التعاملات البنكيه، دائما كتبغي دير شي اي عمليه بنكيه كيقول لك خاصك تجي معك جوج اشخاص، وشوف انت الصعوبه ديال كيفاش خاصك تجيب هاد جوج اشخاص، واش غيتوفروا، واش داك الحق وداك الغرض اللي غتقضي واش غيضيع عليك، يعني بزاف ديال الاكراهات. كاين دابا كتقدر تبغي تلغي مثلا غير كريدي ديالك ولا دير شي فيرسوم ولا شي واحد كيقول جيب جوج اشخاص، كاين اللي كيقول كاع ما تجيش عندي انا، شكون يفتح لك الحساب، ما كيبغيش كاع يتعامل معك اصلا. البنوك راه هي عندهم يعني مؤسسه قادين باش يديروا واحد المسائل اكسيسيبل للشخص المعاق، مثلا اللي كيشي تكون ناطقه يكون مثلا التعامل اللوجيستي الخاص المكفوفين باش يتعاملوا معاهم. يعني عطا الله غادي العالم دابا غادي كيتطور، ماشي حنا باقيين في ديك المرحله ديال، وما خصوش يكون التمييز على اساس الاعاقه نهائيا. فالشخص كيجي مقاري مكاتب كيتعاملوا معاه، وحنا دابا اشخاص تبارك الله يعني كلشي هنا موظفين تقريبا، وكيتعاملوا معنا بالتمييز هو اللي ما خصوش يبقى هادشي.